Stein. He's a young American writer. I thought you two should know each other. I'm glad you're here. You can help decide which of us is right and which of us is wrong. I was just telling Pablo that this portrait doesn't capture Adriana. It has a universality, but no objectivity. Non, 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 vous ne le comprenez pas correctement. Vous connaissez pas Adriana. Regardez, regardez les mouvements, le tableau. C'est exactement ce qu'il la représente. Non, tu n'as pas raison. Look how he's done her. Dripping with sexual innuendo, carnal to the point of smoldering. And yes, she's beautiful, but it's a subtle beauty, an implied sensuality. I mean, what is your first impression of Adriana? Exceptionally lovely. Belle, mais plus subtile, plus implicite, Pablo. Yes, you're right, Miss Stein. Of course, you can see why he's lost all objectivity. He's made a creature of Place Pigalle, a whore with volcanic appetites. No, no, c'est ce qu'elle est vraiment, si vous la connaissiez. Yes, avec toi. Amir. خير. أنا ما راح أحضر الفيلم ومضطرة أطلع. شو صار هلا؟ ماما نزل ضغطة شوي. ما فيني أتركك لحالك، فتون جاي معي. شو هالحكي؟ ما في شي مهم كتير، أنا عم كبر القصة، بعدين ما بيصير تترك بتول لوحدها، خلص هي اشتريت التذاكر. Prayer of Picasso. If I'm not mistaken, he painted this marvelous portrait of this French mistress in the 20s. Paul, I'm gonna have to differ with you on this one. Really? Yeah, yeah. Just pay attention, you might learn something. If I'm not mistaken, مجد حبك الأول من أنتي وصغيرة مو هيك؟ إيه صراحة مجد من هو وصغير كان حبيب كل البنات بالحارة، حنون كتير وحباب وبيساعد الكل، كمان هو دائما بيحمينا من كل شي. كنت معجبة فيه، لهلأ معجبة فيه. دريما بنت محظوظة كتير. إذا ما بادلك نفس الشعور شو موقفك؟ عم بسألك لأنه ولا مرة انحطيت بهيك موقف. بتوجع. أنت إذا ما حبيت ما رح تعرف شو هالشعور، ومستحيل تفهم اللي عم قوله هلا. أكيد ما بقدر جاوب على شي مو مجربه أو حاسس فيه. أنا رأيي اللي عم بتحسي فيه مو حب، هذا اسمه إعجاب، مو أكتر من إعجاب. صدقيني هذا الشعور مو حب، لا تتوهمي. بخالفك باللي عم تقوله، يمكن الحب بالنسبة إلك كتير سهل وبسيط، بس بالنسبة إلي لا. يعني بفهم إنك عن جد بتحبي لمجد، بس هو مع وحدة تانية، وإنتي بتعرفي إنه هالبنت بتكون من أعز رفقاتك. مو سهلة علي ابنه، بس مع هيك أنا لساتني بحبه. برأيك هو رح يحبك بيوم من الأيام مثل ما بتحبيه؟ إيه، هاد أحلى حلم. بس ما في مشكلة إذا ما حبني، بصراحة تعودت حبه لحالي. المهم ما حدا يتدخل بهالعلاقة بالمرة، ولا أي شخص بالدنيا، وبتمنى إنك تفهمني. لو سمحت لا بقى تعمل هيك معي، والشي اللي حكيناه بتمنى يضل بيناتنا. صراحتك كتير حلوة، وبما إنه فهمت كل شي فلازم أنهي لقائنا. أنا الشكوى سحبتها، وكل شي حكيتي رح يضل بيناتنا. يعني بالمختصر ما ضل أي موضوع أو سبب لشوفك. شوفك بخير. He's distracted.
صباح الخير، بتمنى تكون سامحتني، عم بستنى تليفونك. بحياتي ما شفت واحد بغبائك وغرورك. شو صار يا فتون؟ مسكت له ايده لأمير، قام هرب وتركني لحالي وحيدة. متخيلة هالموقف اللي حطني فيه؟ لا، وهرب وما سأل عني بالمرة. مسكتي ايده هيك من دون ما تقلي له؟ شو بدك يعني اعمل؟ اخد اذن بالاول؟ هلا اكيد ما رح تستأذني، ما بعرف، بس هو اكيد بيكون تفاجأ وانصدم من تصرفك. عم حط حالي بنفس الموقف، يمكن كنت عملت نفس الشيء. هيك بتساوي؟ كلي معي. لا لا، هرب مني، متأكدة هرب. ليش يا ربي هيك صار؟ ليش ما بيحبني مثل ما بحبه؟ ليش؟ تخيلي يا فتون، مسكت له ايده وهرب وراح، مو سهلة. راح وما سأل عن مشاعري بنوم. أكلنا حلو كتير، بتور هلأ منسمع. ايه ونسمع، بدي أكل، مو فارقة معي. تمام حبيبتي، اهدي وروقي شوي، كرمالي لا بقى تأكلي غير هاي. عم تتخيلي شو يا فتون؟ تركني بالسينما هيك لوحدي قاعدة وحمل حاله وراح. تتخيلي؟ لو تعرفي شو صار معي بتول، مفكرة عم احكي مع مجد طلع اياد، رحت ولقيته بوشي. كيف؟ مستحيل، مو ظابطة. نسيتيني كل وجعي بهالخبر، شلون بيعمل هيك يا فتون؟ هذا مو كل شي كمان. شوفي لسه بيعرف اني معجبة بمجد وبحبه. كيف؟ مو معقول، عن جد صدمة ورا صدمة. يلا كلي. بما انه عرف اكيد رح يخبره. لا تقولي يا معقول يحكي له عني؟ وليش ما يحكي؟ لانه وعدني انه ما رح يخبره. وانت متاكده فتون؟ لا، اذا خبره ما رح اقدر اطلع بوشه بحياتي. لازم تسبقيه وتخبريه عن مشاعرك. كيف؟ انت جنيتي شيء؟ مستحيل اعترف له بمشاعري، مو ظابطه معي ابدا، وما بعرف شو بدي اقول لاني كثير بخجل. مستحيل، ما رح اقدر خبره. برأيي لازم نلاقي حل ليعرف أخي قبل ما يحكي إياد. خلص الصحن، وقفي شوي، رح أجدد الصحن. بدي من هاي ومن هاي لو سمحت. فيني اكتب ملاحظة قبل ما أبعتها؟ أكيد، هاي ورقة اكتب يلي بدك. شكراً لك. شكراً، يعطيك العافية. وأنا كمان بدي أبعت هدية لو سمحت. تكرمي، شو بتحبي حطلك؟ شوي من هاي ومن هاي، وحط لي هدول كله. على عيني. بتقدر توصل لي اياهم لوين ما بدي؟ شي اكيد. ممتاز، بس بدي ورقه لاكتب عليها العنوان لو سمحت. طبعا. شكرا لك. اهلا وسهلا. الطلب الذي تم إرساله للسيد مجد أويار سوف يتم إيصاله على العنوان. شو؟ طلبية شو هي؟ بس أنا ما وصيت على شيء أبداً. بتول، مو معقولة تعملي فيني هيك، مو معقول. لا ما بظن، لا لازم أهدى شوي. ما عم أفهم أنت كيف تعملي هيك عاملة فيني بتول؟ والله لموتك بإيدي، شلون بتساوي فيني هيك؟ أهلا وسهلا، لمين هاي؟ للسيد مجد أويار. للسيد مجد؟ هو مو هون، أنا بقدر استلمه. تفضلي. اسم حضرتك؟ أميرة تشاكداي. وقعيلي لو سمحت. تفضل. شكرا لك. يعطيك العافية. الله يعافيك.
شو هي؟ لألي أنا؟ لا، للسيد مجد. للسيد مجد؟ يعني أنا ما رح أخلص منك؟ منيح اللي ما شافها. شو عم بتساوي؟ أنت اللي بعتي هي لمجد مو هيك؟ بالغلط وصلت لهون. أعطيني إياها. مستحيل أقدر أخبي مشاعري تجاهك أكثر من هيك. خير شو عم بيصير هون؟ وشو اللي سمعته هلا؟ هذا اعتراف بالحب من فتون. لألك أنت؟ ما بعرف، يا لألك يا أما إلي. لألك أكيد، لألك أنت. أنا من أول يوم شفتك فيه حبيتك. عن جد؟ والله فاجأتي. وهيك بدي، كنت حابة فاجأك. وهي الهدية جبتها إلك. معك حق، بعرف إنه أنا عم استعجل شوي بكلامي هاد، بس ما عاد فيني خبي بقلبي أكتر من هيك. بس ليك أنت لا تستعجل، أنا عم بستناك. تستنيني ولا مو متأكدة من مشاعرك؟ يلا أحكي بصراحة. يلا. لا، شو هاد اللي عم تقوله؟ والله متأكدة. عن جد أنا مستغرب من موقفك هاد بصراحة. مفكر إنك مقهورة كتير مني، وحتى مفكر إنك بتكرهيني كتير. كله لأني بخجل ولهيك ما قدرت صارحك. بس هلأ ما عاد تفرق معي. شوفي اللي سمعته هلأ رح أعتبره اعتذار عن مواقفك اللي عملتيها معي. ما عاد رح يصير في مشاكل بنوب، وهاد وعد مني. ماني مصدق اللي سمعته يا شريك. عن جد ما توقعت اللي صار. يعني بنت مثل فتون كيف عجبها واحد مثلك؟ أنا ما عم صدق اللي شفته. الله أعلم شو بيكون مجد عم يقول عني. مو معقول، مو معقول، كله بسببك يا مجنونة. ومع مين رد علي ابنه؟ مع مين مشغولة يوم طنشتيني يا جدبة؟ لأمتى بدك تضلي عم تبهدليني؟ كل ما بدي. لو من زمان مصارحتي لأخي ما كنت عشتي كل هالمأساة. بسببك أنت حكيت، بس مو لمجد. على الأقل لقيتي جواب. بس أنا اللي شو بدي ساوي؟ تبهدلت قدامه لأمير، واليوم ما أجا على الجامعة. وشوفي كمان ما عم يرد على تليفونه. مين قال لك تروحي تمسكي إيده بالسينما؟ أنا كتير غلطت، ما هيك؟ إيه. وهلأ أنا شو بدي أعمل بهي القصة؟ ليكي الناس حوالينا كيف عايشة وليكي حالتنا. طيب أنا ضعفت قدام مشاعري وارتكبت غلط كبير. أنت على أي أساس بتعترفي بشي مو حاسة فيه؟ ولمين؟ لأيام؟ شو أعمل يعني؟ بدك يعني أتركه يحكي كل شي ببساطة لمجد؟ إيه، على الأقل ما كنت تضايقتي. معك حق والله، ما كنت تضايقت طبعا. شو بدي ساوي أنا هلأ؟ كله بسببك بتول، أنت اللي حطيتيني بهالورطة. إيه خلص بكفي، امشي يلا رح نتأخر على المحاضرة. إيه والله ما عم تزبط معي. يعني كيف أنت وفتون؟ ليش مستغرب كل هالقد؟ ما عم بفهم. وأنت بتعرف إنه ما في بنت بتقدر تقاوم شخصيتي أو تقلي لا. بصراحة مو هي هي المشكلة يا أستاذ إياد. يعني يا حرام يا فتون على هالورطة اللي وقعتي حالك فيها. ليك شريك لا تفهمني غلط، بس انت مالك الشخص المناسب لبنت آدمية مثلها. يعني انت رح تقهرها لفتون. ليش عم بتحسسني اني حقير كل هالقد؟ لانه لهلا ما شفت بنت مبسوطة معك، صح؟
ما رحمت ولا بنت. يعني برأيي لا تخلي فتون تتأمل كتير، حرام عليك، تركها. شو فتون؟ شبهها فتون؟ أهلين ريما، كيفك؟ عادي حبيبتي. شو أخبارك ريما؟ منيحة إياد. ريما أنا حابب أسألك عن شي بخصوصها لفتون، بما أنه أنت رفيقتها فلازم تعرفي شو مشاعرها تجاه إياد. شو عم تقول مجد؟ شو بتقصد؟ ما فهمت. هلأ معقول أنت رفيقتها ولهلأ ما عندك علم شو مشاعرها تجاهه؟ لا عندي علم طبعا، بس أنا فكرت أنه ما في حدا غيري بيعرف. مين خبركم بهالقصة؟ اليوم الصبح اجت لعنا على المكتب واعترفت لإياد بمشاعرها وجايبت له علبة شوكولا على شكل قلب وكاتبت له اعتراف كمان. ما عم صدق، فتون جابت لك علبة شوكولا واعترفت لك بحبها؟ مستحيل صدق، فتون ما بتعمل هيك شغلات. شفت حتى ريما مستغربة اللي صار، منيح اللي شفت بعيوني لحتى أقدر صدق. هيك الحب بيخلي الواحد ما يكون على طبيعته. طيب انت شو رأيك بهالموضوع إياد؟ أنا شايفة إنكم كتير لابقين لبعضكم. ما بعرف، بس بتستحق التجربة. يا تجربة شو هي؟ لك انت جنيت اني من الصبح عم بحكي معك على الفاضي، مو معقول. انت في كتير نسوان موجودين بحياتك، جرب معهم وتسلى قد ما بدك يا اخي، بس فتون مو تبع انك تحبها يوم وبعدين ترميها. طيب بركي كانت التجربة غير كل مرة، شو بيعرفكم؟ يمكن انا كمان حبة لفتون. تحبها؟ انت تحبها؟ صدقتك. اي مجد ليش مستغرب كتير؟ طيب وشو رأيكم نطلع نتعشى سوا اليوم؟ موافقين؟ ريما أنا وين وأنت وين؟ عشا شو هلأ؟ برأيي إنها فكرة حلوة، إذا هيك لكان ببقى بشوفكم المساء. لك لوين؟ بدي حضر حالي. آخ منك يا إياد، آخ طول عمرك ولد وما بتتغير. المهم حبيبتي جوعانة، أطلب لك شي تاكلي؟ ما بدي أكل شي أبدا. شوفي شو الموضوع؟ ما بعرف. صار شي معناته؟ ايه صار شي مجد، مو ملاحظ انك عم تغار على فتون كتير؟ انا؟ ايه؟ انت شو بتفسر دفاعك الزايد عن فتون؟ فهمني. لك بلا سخافة ريما، من وين طلعتي بهالقصة؟ شو عم تقول انت؟ مجد بالماضي كان في شي بيناتكم؟ ماضي شو بيناتنا انا وفتون؟ يعني شو اللي بده يكون بيني وبينها؟ شو عم تحكي انت؟ انا عم حاول احميها وبس. انت من مين بدك تحميها؟ من اياد؟ طبعا بدي احميها من اياد. انت ما بتعرفي لاياد حبيبتي. لانه لحد هاليوم ما شفته ضل مع بنت اكثر من 24 ساعة، ولا شفته بيحترم بنته وبيعاملها منيح. بعدين فتون مثل اختي الصغيرة. بس هي مو اختك. خلص ما عاد لي نفس اقعد راجعة على الشغل. ريما لوين رايحة؟ ريما 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 شو عم تساوي؟ اذا بتريدي خلص روح. رح اخذ تاكسي لحالي، ما في داعي توصلي. ريما في مجال ما تعصبي وتطلعي معي بالسيارة اذا بتريدي. يلا. ما بقدر خبي مشاعري تجاهك اكتر من هيك. انا كتير بحبك، بس انت مانك منتبه ابدا، وهالشي عم يعذبني. قلبي مكسور وبين ايديك، مستحيل انه يكون مع حدا تاني. قلبي مكسور وبين ايديك ومستحيل انه يكون مع حدا تاني. يقول أرسطو إن الهدف الذي نسعى إليه هو السعادة، ونحن نحققها عندما نؤدي وظيفتنا. ولأن الإنسان في رأي أرسطو هو حيوان عاقل. إياد عم تقلي شو أعمل؟ شو بيعرفني؟ شغلي زبوة. فإنه تبعا لذلك تكون الحياة السعيدة هي تلك التي يحكمها العقل. خلصنا الدرس، فيكن تطلعوا. ليش هو عم يتصل فيني هلأ؟ يا هبلة مو انتي صرتي حبيبته؟ طبعا رح يتصل فيكي. لا بقى تقولي هيك، مفهوم؟ ايه خلص خلص. شو اعمل بتقول؟ يلا قليلي فورا. ايه احكي معه. شو بدي احكي معه؟ شو جنيتي؟ ايه لكن لا تردي. اذا ما رديت عيب مو هيك؟ انحلت المشكلة. ما عم ترد علي هالمجنونة؟ بسيطة، فكر حالك رح تقدر تهربي مني؟
برأيي خلينا ناخد بنت أو بنتين، هيك بصير في حركة أكتر بالمحل. ماشي. إيه كمان بدي منك تكتب لي تقرير مفصل عن المحل يلي بأزمير، بس لازم يكون موجود على مكتبي بآخر الشهر. تمام. صحيح ساتانيا اللي وصل مبارح ما عجبني، بدي ترجعه إذا بتريد، بس المخمل منيح خليه، وبدي مساطر دانتيل كمان بأقرب وقت. ماشي معلمتي تكرمي. عروة شو صار بهديك البنت يلي عجبتني تصاميمها؟ ليش ما أجت على المقابلة؟ ما عم بقدر أوصلها. شو يعني ما عم تقدر توصلها؟ ما عم بترد على تليفوناتي. ما عم ترد يا؟ ما عم بترد بنوب. تعال هون، معك مهلة 24 ساعة وبدي البنت هون. ألو نعم، كيفك حبيبتي؟ منيحة وأنت؟ بصير منيح بس أتذكر أني رح شوفك. برهان لسه لهلأ ما أكدت الموعد. احتمال شوفتك بكفيني. ما عم يرد علي، ما عم يرد علي، قلي لي شو أعمل معه يا الله منه، مو معقول. يا بنت حاجة صرتي متصلة 50 مرة من الصباح، واضح ما بده يرد، استني شوي وبعدين ارجعي اتصلي. خلص بكفي مر وقت كتير. انتي متأكدة؟ يا ترى هو قصداً سكر بوشي ولا الموبايل خلص شحنه؟ لا أكيد بيكون خلص شحن موبايله، هو مستحيل يعمل هيك. لا لا شحنه ما خلص، نحن خلصنا. يا الله خلصت علاقتنا ببعض ونحن لسه ما بلشنا. لك خلص اهدي شوي، شبكي مستحيل أمير. شو أعمل أنا؟ لا لا شو أعمل؟ إياد؟ كيفك؟ خير يا عزيز؟ انت صاير معك شو هالعالم هاي؟ عفوا شو عم وين رحت؟ يلا تذكر كمان شو عم تعملي هون؟ اياد ايه واذا اكيد جاي يشوفني. اتصلت فيك كتير. اتصلت كتير؟ ايه كنت مفكره انه اللي عشناه هداك اليوم كان حلو، انه انا كنت مختلفه بالنسبه لك، بس بعدين اختفيت فجاه وما عاد رديت على تليفوناتي ابدا. يعني هلا القصه صار لزمان كتير وخلص صارت من الماضي كمان. غريب كتير ما عم بتذكر الشي اللي عم بتقولي. انت ما بدك تتذكر. شو سويتي؟ شو بدك فينا؟ شو اكيد هو جاي يشوفني. شو بيعرفني؟ انا امير بتصل فيه ما بيرد علي بنوب، وانت اياد بيجي على الجامعة مشان يشوفك وما بدك تشوفي. ما عم صدق، والله ما عم صدق اللي عم يصير معنا اليوم. ممكن ما تحكي لحالك؟ خلينا هلا بمشكلتي. روحي لعنده فورا وقولي له انه فتون ما اجت. ماشي 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 بعدين ارجع. خلصنا يلا يلا بشوفك. مع السلامة. يا اهلين اياد. لك اهلين بتول، كيفك؟ منيحة. انت شو جاي تعمل بالجامعة؟ كنت عم دور على فتون بس ما لقيتها. شفتي لها شي؟ لا لا ما شفتها اليوم، ما اجت اليوم. انت بدك منها شي؟ يعني كنت بس بدي احكي معها. يلا قومي حبيبتي. لا عم شو هالعالم هي. ايه معك حق، عن جد مو طبيعية. شكرا كثير على التوصيلة. استني ريما، ما بدي اياكي تنزلي وانت زعلانة مني. ليكي بعرف انه انا زودتها شوي واهتمامي بفتون خلاك تتضايقي، بس مجد عن جد انا هلا مو حابة احكي بهذا الموضوع، لازم اقعد لحالي وفكر براحتي. لك ريما هلا شو اللي بدك تفكري فيه يعني؟ استني، ما في شيء بيستاهل، ما في داعي تكبري الموضوع كثير. ما بعرف مجد، عقلي كثير مخربط. ليش لحتى تهتم فيها كل هالقد؟ وليش عم تتهرب وما بدك نطلع نتعشى معهم كمان؟ خلص نطلع ومنتعشى معهم اليوم. بعمل اللي بدك اياه بس لا تزعلي، نطلع المسا ومنتعشى سوا. بس روقي، وبدي اياكي تشيلي كل هاي الافكار السخيفه من راسك ولا بقى تبعدي عني رجاءا. ريما كتير معجب فيك يا روحي.
خلص رؤي وبشوفك المساء. برد لك خبر. رضا بيك. مجد. أهلين، كيفك؟ منيح؟ الحمد لله. وينك؟ ليش ما عم نشوفك؟ ماشي الحال، بس بتعرف الحياة صايرة صعبة كتير. اللي انت شو أخبارك؟ يعطيكي العافية. الله يعافيكي. وين الساندويشة؟ لا تواخذيني، والله نسيت. خلص ما مشكلة. لا لا، وأنا جوعانة، رح جيب شي من البوفيه وارجع. ماشي. والله وضع الشغل مو كتير منيح، بس بتعرف انه المشكلة مو فينا اخي رضا، لانه يلي عم نتعامل معهم يا اما ما بيفهموا شو طلبنا، يا اما بيدوروا بس على مصلحتهم، وبالحالتين نحن ما بيناسبنا هذا الحكي. صحيح، الحق معك. ريما. شوفي ليش هيك وشك اصفر مثل الليمونة؟ خير صاير معك شي؟ لا بس يمكن نزل ضغطي شوي لاني جعت. خلص ولا يهمك، هلا بنطلب على التليفون. ماشي. بجيب لك كاسة مي. بدي اعزبك. يسلم، تكرمي. مصيبة. هلا نحن في عنا مشروع جديد، فيك تشاركنا اذا بدك، اذا حابب نحكي. ايه مو غلط، بتعرف الوضع صاير صعب كثير، وانا بدي مدخول اضافي، واللي عم طالعه ما عم يكفيني. هذا شو جابه هلا؟ والله اذا عرف مجد بشي انا بتبهدل. بشوفك وبنحكي. ايه اكيد بنحكي. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. أنا بتصل فيك. ناطرة. مرحبا رضا، أنت شو عم تعمل هون؟ اجيت لحتى شوفك ريما. خير؟ شوفي ممنوع؟ ليك رضا، نحنا انفصلنا ماشي، وبتمنى انك ما تنسى هالشي. وهلأ روح بقى لاني كتير مشغولة. انا رايح ريما، بس بدي اياك تجاوبيني على سؤالي، انت ارتبطتي باي حدا بعد ما تركتيني؟ حلوة، قولي على قلبي بتجنن. هاي ما انا كتير حلوة، بس بيمشي حالها بوقت القطع يعني. حلوة. لك يا زلمة، شبك لهلا ما عجبتك ولا وحدة؟ يلي عجبوني كتار، بس المشكلة ما عم لاقي وحدة بالمواصفات المطلوبة. وشو هي المواصفات المطلوبة؟ بشرة بيضة وضحكة كتير حلوة، ويكون لها غمازات، وشعرها مثل الحرير نازل على كتافها، وشفايفها حمر مثل الفريز، ورقبة ناعمة مثل الحرير، وإيدين ناعمين بتنباس، وكمان أصابع ناعمين وطوال. عفوا بدي أسألك، على مين عم تطلع؟ مرحبا، أنا روعة جاية مشان الشغل. إلى أبقى. أهلين وسهلين، تفضلي لو سمحتي. أنا عم أدرس بالجامعة ومحتاجة هذا الشغل، بس بصراحة ما عندي خبرة بنوم. الخبرة مو ضرورية. أنا برأيي إنه المقاييس اللي عند حضرتك أهم من الخبرة بكتير، مثل الابتسامة والغمازات. أكيد هالشغلتين، هدول الشغلتين بيكفوا مشان تشتغلي معنا. اطمني، مو ناقصك شي منوب. وإذا بتحبي فيكي تكوني على رأس عملك من هي اللحظة. مثلا فيكي هلأ تروحي تجيبي لنا اثنين قهوة وتخلينا نشوف كيف مشيتك وهالقوام الحلو يعني. أنا هلأ رح فرجيك كيف المشي على أصوله حبيبي. أهلين حبيبتي. مروان قلي مين هي؟ هي بنت. هالبنت موظفتنا الجديدة للخدمة. جرسون يعني. مو قلنا فترة عم ندور على بنت تشتغل جرسون، والآن هلأ جات وكنت عم شوف شو خبرتها. طيب شو الخبرة اللي عندها وشو دارسة؟ خبرني. بصراحة هي دارسة فنون الطبخ حضرتك، ما هيك قلتي لنا من شوي؟ ايه يعني بحضر محطات الطبخ وبتابع الأبراج. نحن يا شباب ما عم ندور لا على طباخ ولا على عالم فلك، نحن عم ندور على جرسون مو هيك؟ بس عندها خبرة بهالمجال يا حبيبتي. روعة خانم سافرت على أمريكا مشان تتعلم هذا الشيء، ومعها دكتورة فخرية كمان. ما بيهمني لا وين راحت ولا شو درست حبيبي، بالنتيجة أنا مديرة الموارد البشرية هون، يعني ما بيصير توظف حدا بدون موافقتي، مفهوم؟ مديرة شو قلتي لي؟
ليش نحن في عنا هيك قسم شغلتنا حبيبتي؟ قصدي هالكلام مو كبير شوي على محل بيتزا صغير مثل محلنا. لا حبيبي ما نو كبير بنوب. صح نحن محلنا صغير بس بدنا نصير سلسلة محلات كبيرة، تذكر هالشي. ومشان هيك تفضلي خليني أعملك مقابلة فورا، تفضلي. يبعد لك قتلك أنا اللي عملت. تفضلي. أنت لا تتدخل، خذي راحتك حبيبي. مروان يعطيك ألف عافية. مديرتي سيرين شوفك على خير. سلام. عفوا جيب لي ورقة وقلم بسرعة. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقا. ريما عم احكي معك، لوين؟ ريما مين هذا الرجال اللي ارتبطتي فيه؟ لا تعلي صوتك رضا، في ناس عيب عليك. ريما في شيء؟ انت منيحة؟ ايه منيحة، راجعت لك. انت مين بتكون بالنسبة لي لحدا تحاسبني بتسألني عن خصوصياتي؟ روح سوي هالحركات على مرتك. مرتي مين يا ريما؟ ولك انا ما عاد رحت على البيت بنوب، إلي فترة عم نام بالأوتيل، صدقيني ما عم بقدر اعيش من دونك، افهمي بقى. كان لازم تفكر بهالشيء بالاول قبل ما تخسرني. على أتنى انتهت وهالشي لازم تقبله. إيه؟ مستحيل أخسرك وأنا قررت طلاقها لمرتي. وهلأ عملتي دراسة من قبل بخصوص شركتنا ولا ما عملتي؟ شركتكم؟ يعني سويت دراسة بس ما أنا معمقة. واضح أنك مو عملتيها، وهي ناقص علامة كسولة. حبيبتي روقي، مو كأنه زودتيها شوي؟ انت لا تتدخل مروان بيك. طيب هلأ حضرتك بعد 10 سنين من هلأ وين ممكن تكوني؟ رح تضلي جرسون؟ بصراحة ما فكرت بهذا الموضوع بس مفهوم. لا مبالية. إلى أبا مروان. لكن إذا هيك بدي أسألك سؤال بخصوص طبيعة الشغل عنا. طبعاً تفضلي. كم طابة جول نقدر نحط جوات الباص؟ ما فهمت. مليون. كم طابة جول ممكن إنه يوسع الباص؟ بظن بيوسع كتير. إذا ممكن توضحي لي أكثر لو سمحتي. بصراحة ما بعرف قديش بالضبط يعني. لا توجيه التقدير. هلأ بتركيا كم محطة بنزين موجودة عنا؟ فيك تقولي لي شو العدد؟ ليش؟ ثقافة العامة ضعيفة. هلأ إذا فرضنا مثلا، هو ما رح يصير طبعا، بس إذا فرضنا أنه بيوم من الأيام حب كاتب يكتب سيرتك الذاتية، شو بتحطي عنوان لهالكتاب؟ بظن رح سميه حياة روعة. حلو، يا هيك الأجوبة يا بلا. أتاشك أنانية ومغرورة. طيب لنفرض أنك هلأ بالقرن 18 وبدك تطلعي مع شخص كتير مشهور، مين رح يكون؟ نابليون بونابرت. يعني أنت ما بهمك غير المصاري مادية. طيب لنفرض أنك قطعة من السيارة، أي قطعة بتحبي تكوني؟ أكيد الموتور. مثل ما توقعت بالضبط، لأنه السيارة أكيد ما رح تمشي بدونه. بتشكرك روعة خانم، نحن بنحكي معك بعدين. أكيد منشوفك. والله متأكد؟ أوكي بشوفكم، باي باي. شو يا قلبي زعلت؟ ليك عندي بنت مناسبة كتير لهالشغل هون وعلى مسؤوليتي. أنت لا تشغل بالك، هلأ رح حاكيها مشان تجي وتتعرف عليها. يا الله شوفي هذا المحل شو حلو. لك انتي وين وانا وين؟ لاني ما رديت عليه اجى عالجامعة، ما شفتي؟ خلينا نشوف هدول. طبعا هدول الشغلات اهم شي عندك بالكون. تعي يلا. ولك يلا تعي بقى. هذا الموديل؟ في كتير موديلات. شو حلو هالموديل. تفضلي هاي مقاس رجلك. شوفي لي هاي،
ممكن نمرة 37 إذا بتريدي. شكرا يا أنسة. يا الله شو حلو هذا الموديل. لحظة بدي من هالموديل كمان. تكرمي. شو بسيط. وبدي من هذا الموديل لو سمحتي. ايه على عيني. يا بنت انتي ما عجبك شي؟ لا انا بصراحة ما عجبتني موديلاتهم، مو ستايلي. والله انا الثلاثة عجبوني وبدي اخذهم. خديهم. امسكي هدول. اهلين مجد. بتول وينك؟ ماشي لا تطلعي، انا جاي فورا لعندك. ماشي اخي جاي. إيه؟ لهون. لهون جاي؟ ايه. اه فتون شوفي هي ما احلاها. ليكي هلا من عندك بدك تمشي دغري مفهوم، وبعدها رح تلفي على اليسار. ايه اول مطعم بيطلع بوشك. ماشي ماشي حبيبتي عم نستناكي، اوعي تتاخري. حبيبتي مين هي اللي جايه؟ ما في داعي لها. معقول حبيبي؟ كيف ما في إلا داعي؟ ليك حبيبي هي البنوتة كتير شاطرة وشغيلة وأكيد رح تنبسط منها، بعدين غير إنها شاطرة وقلبها طيب كمان هي بنت كتير حلوة. عن جد عم تحكي؟ ليك إجت. ليك ناهون تعي حبيبتي. قولي. مرحبا أختي. أهلا وسهلا حبيبي. ليك بحب أعرفك. طباخة ماما الخاصة. شكرا شكرا حبيبتي. هذا سيد مروان معلمك. شرفت بمعرفتك أخ مروان. وأنا كمان، بس إذا بتتركي إيدي بكون ممنونك. خلينا نبلش بالشغل بلا ما نضيع وقت. إيه حبيبتي تعي معي شوي، تعي لورجيك المطعم. تعي تعي يا قلبي تعي. لك شو هالمصيبة هاي؟ ما كان ناقصني غير جاسوس يقعد فوق راسي، أنا انتهيت. معلمي لو شغلت هديك البنت مو أحسن من هاي بكتير؟ بس بتعرف الست سيرين بتعرف شو بدها على المزبوط. هالبنت هاي رح تكبس على نفسك. انت شو عم تحكي ولا؟ عم تتمسخر علي ما هيك؟ روح شوف شغلك. ماشي معلم. فتون هدول مشاني أنا؟ إيه طبعا طبعا مشانك. أنت أحلى وردة بحياتي كلها. يا صبايا برأيكم شو الورد اللي لازم أخده لريما مشان راضية وما تضل زعلانة مني؟ عم بحكي معك؟ فتون قليلي برأيك شو لازم أخد له؟ فتون ما بعرف شو بدي أخد له. يا الله يا حسرتي، نحن مو ملاقيين حدا يجيب لنا وردة، وشوفي هاي ريما مزعلة أخي وشايفة حالة، والله شي بجنن. أنا اللي رح جن؟ بس ليش أخوكي وريما متخانقين؟ ما بعرف. وقفي. خير أخي شو اللي صاير بيناتكم؟ ليش أنت متخانق مع لريما؟ ما في شي بنوب، يعني هي شغلة سخيفة كتير، يعني غيرة بنات مو أكتر من هيك. أنا لما عرفت بالعلاقة بين فتون وإياد طبعا بطبيعتي ضغطت عليه لإياد شوي مشان ما يزعل لفتون، يعني فتون غالي علي ومثل أختي الصغيرة. بس هي مانا أختك. إيه؟ ها؟ وريما قالت نفس الحكي اللي عم تقولي. آه فهمت، يعني هي غارت عليك من فتون. من فتون؟ Bugün beni